هلا راح نفوت على دوراتي حتى نفوت على الدورة اللي عنا حصصها. راح يطلب من الموقع تحميل البرنامج، تمام؟ راح نحمل تطبيق سطح المكتب عن طريق كبسة تحميل البرنامج. بعد ما ينتهي تحميل البرنامج من النت راح نضغط على البرنامج لحتى نثبته. نضغط على البرنامج، بعدها راح يفتح عنا البرنامج ويطلب منا نكبس التالي، تمام؟ التالي. بعديها أنا أقبل الاتفاقية. التالي كمان مرة. بس ينتهي البرنامج تحميل نكبس إنهاء. هلا بيفتح عندك البرنامج وبيحكي لك تفتح الحصص من الموقع، تمام؟ نهمل هاي المسج خلاص لأنه حملنا البرنامج. لو طلعت لنا مرة تانية كمان برضو راح نهمل المسج، هاي إغلاق، تمام؟ هلا في عنا الحصص جوا الدورة، بنضغط على اسم الحصة لحتى نشغلها. Open Joe Academy Viewer. راح تفتح لنا الحصة وهيك بإمكاننا نشاهدها.